استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة باسم رحيم الرحمن رب عالم خالق للأكوان صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. وبعد أيها الإخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحاب وخير من مشى فوق التراب وخير من تنفع في ثياب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأدناه وأعطاه حتى أرضاه فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ولقد اجتمعنا اليوم لتكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم في يوم كريم في شهر كريم عند الله عز وجل. نسأل العلي القدير أن تكون نور هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تتلى في هذه الليلة نورا يتقاطر على روح الفقيد الراحل الذي أنجب أبناء بارك الله في أعمارهم جميعا. ويا رب العالمين اجعل هذه الليلة أسعد ليالي الفقيد الراحل يا رب العالمين في قبره. اللهم آمين يا رب العالمين. وتنا إخوة الإيمان والإسلام يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وها نحن إخوتنا وإخوة الإيمان والإسلام في هذه الأيام المباركة نتنسم عبير شهر عزيز على الإسلام والمسلمين، شهر الخير، شهر اليمن والبركات، شهر القيام، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر رمضان على الأيام قد فضل حقا وفيه كتاب الله قد نزل. وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر وفيها الخير قد نزل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام
حينما أمر الله عز وجل الملائكة ببناء الكعبة أمرهم أن يجمعوا تراب الكعبة من 5 جبال وجعل لكل جبل منهم كرامة. الجبل الأول وهو جبل طور زيتا وخرجت منه ناقة صالح، والجبل الثاني وهو جبل الجدي وعليه رست سفينة نوح، والجبل الثالث وهو جبل الطور وعليه كلم الله موسى تكليما، والجبل الرابع وهو جبل عرفات. وما أدراك ما عرفات؟ عليه عرف آدم حواء. والجبل الخامس وهو جبل ثور وعليه قضى الله عز وجل إسماعيل بذبح عظيم، وعليه نزل الوحي على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا رب العالمين لا تأتي علينا يا رب بشهر رمضان إلا يا رب العالمين وقد كتبت لنا زيارة لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ودخولا لبيتك الحرام. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. القرآن الكريم كتاب ذي قدر، أنزل على نبي ذي قدر في ليلة ذات قدر، إنها ليلة القدر. آيات الله البينات والتي يتلوها علينا قارئ العالم الأول، القارئ ابن القارئ والعلم ابن العلم، الإذاعي الكبير نجل الإذاعي الكبير، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، يتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وينجي الله الذين بمفازته لا يمسه السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء.
له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك ولقد أوحي إليّ ولقد وما قدر الله فقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات
سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وهم في
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. حتى وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين وقضي بينهم
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله كذا اخوتنا اخوات اليمان والاسلام. لقد عشنا واستمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا قارئ العالم الاول فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور علم التلاوة في مصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة وبذلك عبر اسير موجات اذاعتنا الدولية المترقلة عبر المحافظات كنت كارلو الاذاعات الخارجية إدارة محمد الخولي والمقيم العوسكة مركزي هيهيا بمحافظة الشرقية الهندسة الكهربائية والأضواء الأنوار الذهبية الحديثة الكبرى ومحطات الديزل الضخمة أقامتها لكم إدارة أولاد وديم وجاب الله تحت إدارة الأستاذ محمد وديم والأستاذ أحمد جاب الله مخازن الفراشة الكبرى وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة فراشة الحاج عطية أبو غنيمة وأولاده تحت إدارة الحاج عبد الله أبو غنيمة أبو نجاح خدمة النت العربية عبر العالم المهندس ناصر صلاح وأولاده عبيد المصورين وبالاشراك مع المهندس اسامه مرسي والمقيم بكفر مروان كفر شكر خدمه الضيافه المميزه لعميد الخدمات الفندقيه لجمهوريه مصر العربيه اسم له تاريخ في عالم الخدمات الفندقيه الممتازه المتر محمد ابو المجد والمتر السيد وجيه والمهماني بالزمرانية مركز كفر الشكر القليوبية اسم اسرة الفقير الراحم الذين يتقدمون جميعا بخالص الشكر الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء الى الاسرة الكريمة سائلين الله عز وجل ان تكون نور هذه التلاوة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على روح الفقيد الراحل وشكر الله سعيكم جميعا.